على بالك الهام لو راح يترشح، راح يترشح للرئاسيات كاين ارمضه بين الخلق، فهمت؟ راك فاهم؟ وغير ما غير خير. ايه والقايد على بالك اليامات، على بالك والله يظلهم داك جايب ورا القايد، القايد اليامات هو اللي يكون في الدنيا نفسي حداد وهذا الهامل والتبنيك، على بالك والله يظلهم، فهمت؟ وانت كي قلت لي في القايد كيما هكا تسمى تفسدلو في الخدمه، راه يخدم على لجان هذا مجدد لي ها. ولدو صاحبي يبعث لي ومش عارف شو صار له ومنا ونعمل وندير. خلينا منهم تركت قاعد تعطي فيك قدام الخطر. لا ما هي عملت ترمتو يا عم ترمتو، ما نزيدش نهضر معاك. انا ما هي عملت ترمتو، انا اللي سامع بها، انا اللي سامع به هو. لا خاطيك وخاطيه. هو اللي بعث لي انا ما بعثلوش. خليك من القايد، انا نقول لك، انا اسمعني انا كي نقول لك. خلينا من جيتك بجاه ربي في وجهي، اذا كان عندك خطر خلينا من القايد، باسكو على بالك هو قاعد يخدمني طوي وانت قاعد تفسدو في الخدمه على بالك. نورمال متعاون القايد انت مش تنيك وما تشوفش الناس اللي زين مين تاعو، فهمت؟ الهام الولاد وفاسدين على بالك. شتنا على بالك عيطولي، ايماجيني عيطولي ويحاولوا فيا. واحد صاحبي على بالك معلم قال لي ربي يعينك، قال لي هذا ريبوند على هشام عبود، والله العظيم خير حشمت درت رب. وانا الهام نكره في الدم على بالك، وعلى بالي بيها بيولي رايس على بالي. شكون يحب الهام اللي زي المتعه وما يحبوش؟ على بالي لا، وعلى بالك هو ماريونات، هو ماريونات. شتي يعني كتبت عليه انا مع هشام عبود وقلت له ولا توكاك هذيك، اقسم بالله يا امير غير واحد كيما انت كيما عيط لي حاول فيا معلم. قال لي عارف خويا ربي يعيش، قال لي رد عليه هشام عبود ومنا تعرف. ما لقيت كيف راح ندير بصح ما ندخلوش عارف ما ندخلوش في بعضنا البعض. دروك هشام عبود راه انسان مناضل وراه انسان هاك ما تعرفوش انت هشام خويا، يعني نعرفو انا راه يخدم على دي اس تي. هشام واش بيك سيدي؟ راح يشري لاسيتي في لاسويس هاك النهار، رجال اعمال تاع مروك قاعدين يفينونسيو فيه بكلش. نبعث لك كل شيء، نبعث لك في البريفي لا ديسكسيون مع السيد من جهه. نبعثهم لك درك بعد. نبعثهم لك درك بلا ديسكسيون، كارديها عليك انت. واش السيد واش عيط لي من جناب واش قال لي واش كاين واش ما كاين ومعاه منه كل شيء، ماشي انا اللي نهضر. السيد يخدم فلوني في جناب ونعطيك طلع. درك نبعثهم لك تصاور وبحيهم بعد. دروك يلقاني نحبس الضربه على القايد ولا واش؟ يا حبس الضربه على القايد، جيتك بجاه ربي والله العظيم، والله اقسم بالله وقاعد يخدم والله يا امير وراس يمه. هذيك ديرونجيتها شويه ولا والله ما على باله هو غير ديرونجي في الخدمه، ديرونجي في الخدمه اللي قاعد يخدم فيها باسكو هذاك وقاعدين يطواي. وانت كيريبيليتي هكا باسكو على بالك حنا خدمنا عليك درك الهندسه الاجتماعيه، خدمنا عليك باللي راك برو منا، فاهم؟ قاعدين نحاربوا عليك بطريقه غير مباشره، راك تشوف ما نكتبوا عليك ما والو، الافكار نتاعك نمشيو فيها، فهمت؟ الخدمه تاعك بدات تولي بروفيسيونيل دو بلوس دو بلوس اكوليتي، طلع في الهرم واحد ما يسمعوا حتى صبحه كيما تاعك. ما يليقش كثر جبهات القتال تسمى بالعقل درك عاد يضرهم بالتريك. كمل نورمال تاك اللي تحب بصح بلي فري بريف. فوق معاك اللي قلت لك عليهم هذوك تاع حداد، نبعث لي فوتو تاع كلب دي بان تاع حداد. ابعث لي تاع كلب دي بان تاع حداد خليني نقعره. نبعثهم برك بان تاع حداد، قول شوف واش صرا، اسمع مليحه ونزيدك حاجه. او بحذا بالخادم بعد تحت الفيلا تاعو، تحت بالخادم تاع بالخادم عنده 5000 متر مربع، هذوك مصور هذيك تما بعد. فهمت؟ قلت لك ودع وهذا حداد عطاوه ثانيك وقاعد يبني فيها، عاود يبني وقاعد يطلع. اسكو حداد ملياردير مازال يطمع دركا في كلاب دي با، راك تشوف تسمى كيفاه يديروا. وما ندير شكون يا ربي، استنى نقول لك نبعثها لك البارح. ولد من يا ربي عطاوه، ولد وزير، ولد تبون عطاوه دار ما يخدم في الدوله، ما عنده حتى بوست. ولد تبون عطاوه ثم عطاوه دار وهذه تحديات بكم بعثها لك درك. هذه باسك انا اللي صورتها فيديو وانا درت عليها الانفستيغاسيون تاعها. كي ديرها انت ديريكتومون دوك انا نهزها لك ونديرها. يا سي بوي صح فهمت صح. راه كنا قلت لك اسمع مليحه باللي راهو تاعها غير كيما وراه فيها لي ترافو. وكي دير له تصروي تشوكا قول له في عقر ديارك على بالنا كل شو ما خفي اعظم باسكو عطاوها له داوها حداتها غير كيما عطاوها له. وقاعد يبني فيها جاب لاكري وقاعد يطلع فيها ولات ملكيه خاصه صاي تسمى ما دام يبني كيما تسمى واش عندها معناتها هذه تولي 100 سنه تاعو صاي داها صاي ولا تاعو صح دوك نبعثهم لك الدر كاع 100 خويا ربي يعيشك القايد غير حبسه هاني نقولها لك انا بيني وبينك ما نخبر حتى واحد من اللي معك صح باسكو قاعد يخدم افون
وقاعدين نحي في الفرنسي، قاعدين نحي في وش اسمه في هذوك ولاد الحرام هذوك بارك، حابين يسيطروا على الرئاسه. واش قاعدين يديروا له؟ نزيد نعطيك حاجه، قاعدين يديروا باللي راهو القايد راه حاب يولي رئيس باش يديروا له مشاكل، وهو راهو حاب يخرج. قال لك انا يكون الرجال البركه وانا يخرج غدوه نخرج. والله ما هو حاب يحكم للرئاسه، لا عنده طمع في الرئاسه لا والو. نهضرهالك انا يعني نقول لك ونحط يدي في النار واقسم لك بالله العظيم لا عنده طمع في الرئاسه لا هو راح يولي رئيس. بالصح راه مدير حاله في الخرقه اللي هي اللي يتحرك يقطعوا. جبت لهم المال وجمعت لمسان وجمعت منه. هي صح هاي صح فهمت صح. هاي لو كنت معك تدرك هذيك تاع هاي يعني السنه صح صح وقتك شي راه قد ما يد الجور والله كاين هنا ولا كاين هنا كاين ان شاء الله. ارواح كي نقول لك ارواح ارواح تحوش تفهم، كي نقول لك ارواح الدنيا هاني انت رجله ما تكسرش راسك. كاين هنا كي نقول لك خويا خويا ما كاش منيك ماشي مشكل كاين هنا نزورك. هاي صح هاي صبر راسك صح. دوك معك الدركه تاع تاع واش اسمه تاع ثاني السنه صح صح. ايه كتف انا كتف ولاد الحركه ياه يترشح راح يترشح للرئاسيات يتوي كاين ارمضة بين الخلق فهمت هاك فاهم وغير لغا ما غير خير. ايه والقايد على بالك اليامات على بالك والله يغلهم تكريب ورا القايد اليامات هو اللي يولي يكون في الدنيا تنافسي حداد وهذا الهامل وتبنيك على بالك والله يغلهم فهمت. وانت كي قلتني القايد كيما كتسمى تفصلوا في الخدمة راهو يخدم مع لجان هذا مجدد لي اه ولدو 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 صاحبي ولدو صاحبي يبعث لي ومش عارف شو صار له ومنا ونعمل وندير خلينا منهم خلينا منهم ترك قاعد تعطي فيه قدامك خطر. لا ما يعمل ترمتو يعمل ترمتو ما يزيدش يهضر معاك ممكن انا باهي يعمل ترمتو انا نسمع بها انا نسمع بها هو ما خاطيك وخاطيه هو اللي بعث لي انا ما بعثلوش. اه خليك من القايد انا نقول لك انا اسمعني انا كي نقول خلينا من جدك بجاه ربي في وجهي اذا كان عندك خطر خلينا من القايد باسكو على بالك هو قاعد يخدمني طوي وانت كتفزيتو في الخدمه على بالك نورمال متعاون القايد انت مش نيك وما تشوفش الناس اللي زين مين تاعو فهمت. الهامل ولات وفاسدين على بالك شتا انا على بالك عيطوا لي ايماجيني عيطوا لي ويحاولوا فيا واحد صاحبي على بالك معلم قال لي ربي يعيش قال لي هذا الريبوند على هشام عبود والله العظيم غير حشمت درت وانا الهامل نكرهه في الدم على بالك وعلى بالي بيه بيولي رايس على بالي شكون يحب الهامل اللي زينه متعه وما يحبوش على بالي لا وعلى بالك وصيه ماريونات هو ماريونات شتياني كتبت عليه انا مع هشام عبود وقلت له ولا توكاك هذيك اقسم بالله يا امير غير واحد كيما انت كيما عيط لي حاول فيا معلم قال لي عارف خويا ربي عيش قال لي رد عليه هشام عبود ومنا تعرف ما لقيت كيف راح ندير ما لقيت كيف راح ندير بصح ما ندخلوش هذوك ما ندخلوش ما ندخلو عارف ما ندخلوش بعضنا البعض دروك هشام عبود راه انسان مناضل وراه انسان هاك ما تعرفوش انت هشام خويا يعني نعرفو انا راه يخدم على دي اس تي هشام واش بيك سيد راح يشري لا سيتي في لا سويس هاك النهار رجال اعمال تاع مروكي قاعدين يفينونسيو فيه بكلش نبعث لك كل شيء نبعث لك في البريفي لا ديسكسيون مع السيد من جهه نبعثهم لك درك بعد نبعثهم لك درك بعد لا ديسكسيون كارديها عليك انت واش السيد واش عيط لي من جناب واش قال لي واش كاين واش ما كاين ومعاه منه كل شيء ماشي انا اللي نهضر السيد يخدم فلوني في جناب ونعطيك طلع درك نبعثهم لك تصاور وبحيهم من بعد دروك يقول نحبس الضربه على القايد ولا واش؟ يا حبس الضربه على القايد جيتك بجاه ربي والله العظيم والله اقسم بالله وقاعد يخدم والله يا امير وراس يمه هذيك ديرونجيتها في بالي والله ديرونجيتها في بالي ديرونجيتها شويه لا والله ما على باله هو غير ديرونجي في الخدمه ديرونجي في الخدمه اللي قاعد يخدم فيها باسكو هذاك هو قاعد ينيطواي وانت كي ديريزي هكا باسكو على بالك حنا خدمنا عليك درك الهندسه الاجتماعيه خدمنا عليك باللي راك برو منا فاهم قاعدين نحاربوا عليك بطريقه غير مباشره راك تشوف ما نكتبوا هذيك ما والو الافكار نتاعك نمشيو فيها فهمت الخدمه تاعك بدات تولي بروفيسيونيل دو بلوس دو بلوس اكوليتي طلع في الهرم واحد ما يسمع حتى صبحه كيما تاكل ما يلقش كثر جبهات القتال تسمى بالعقل درك عاد يضرهم بالتريك كمل نورمال كمل نورمال تاكي اللي تحب مصحب لي فري بريف درك معاك اللي قلت لك عليهم هذوك تاع حداد بعث لي فوتو تاع كلب دي با تاع حداد ابعث لي تاع كلب دي با تاع حداد خليني نقراه انا نبعثهم برك با تاع حداد قول شوف واش صرا اسمع مليحه ونزيدك حاجه او بحذا بالخادم بعد تحت الفيلا تاعو تحت بالخادم تاع بالخادم عنده 5000 متر مربع هذوك مصور هذيك تما بعد فهمت قلت لك ودع وهذا حداد عطاوه ثانيك وقاعد يبني فيها عاود يبني وقاعد يطلع اسكو حداد ملياردير مازال